أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على نجاح الوزارة في تلبية طلبات القسائم السكنية حتى العام 2012، فضلا عن وفائها لإتمام طلبات شقق التمليك واستيعاب طلبات المستفيدين منها حتى العام 2011. وكان الحمر قد أظهر أن طلبات المحافظة الشمالية تمثل ما نسبته 39% من إجمالي الطلبات الإسكانية في المملكة، كما أن نسبة الموجودين على قوائم الانتظار بالمحافظة تصل إلى 29%، كاشفا في الوقت ذاته عن إجمالي عدد طلبات الوحدات السكنية من العام 2001 ولغاية العام الحالي 2021، وفي مدينة حمد تحديدا قد وصل إلى 6000 طلب و210 طلبات قسيمة، إلى جانب 277 طلبا للشقق. وزير الإسكان أوضح أيضا أن الوزارة قد عملت في الأونة الأخيرة على إنشاء بعض المجمعات السكنية المجاورة لحدود مدينة حمد، إلى جانب قدرة مدينة سلمان على استيعاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار من المحافظة الشمالية والمحافظات الأخرى، مضيفا إلى أن وزارة الإسكان بصدد استكمال العمل في المدن الجديدة لاستيعاب جزء من طلبات قوائم الانتظار انتظار المستحقين لوحداتهم السكنية على اختلاف تواجدها وتوزيعها.